سيد الرئيس، سيد ممثل السلطات، سيد السادات، سيد السادة المستشارين المحترمين، سادة مصر المصرية، سادة ممثلي المنابر الإعلامية عبد الكريم، في البداية لابد الإشارة بالمنعرف الكبير والتاريخي وما حققته الدبلوماسية المغربية هذه السنة من الاتحاد الشراكي يحيي بإجراء وإقرار مبادرات ملكية والجهود التي ماتت جلال الكمال لبها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحسين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان. وكذلك لا بد لنا أن نبارك وأن نقول مبروك علينا تأهل المونديال 2022 بدولة قطر، وعيد مبارك ورمضان مبارك كريم. السيد الرئيس، واحد مجموعة الإخوان يدوروا على واحد بمالايز كريم، هو عندنا مالايز. هاد المالايز راه كانت واحد الأزرة ديالو، يعني واحد يعني الشكاية إلى السيد عامر. هاد المالايز واحد خاطر اليوم حنا كنتبعو ست شهور من تسيير، أكثر من ست شهور من تسيير المجلس البلدي برئاسة السيد البحشيشي جو. وكما قلت في الدورة السابقة، كتجمع هذا المجلس كله بدون استثناء حب هذه المدينة الضخمة بتاريخها الهائل والتي يبلغ عدد سكانها 517,164,167 أسرة اللي خصنا نخدموها، لا في التعليم ولا في الصحة ولا في الشغل ولا في البلدية ولا في حق السكن المولاني والولوج إلى الماء والكهرباء والصرف الصحي والسياسي عامة. والسياسي المنتخب أساسا له دور هو أن يستفيد المواطن من الخدمات العامة بدون محسوبية وبدون اعتبار وبدون اعتبار زبونية، مما يعني بدون أن يكون له أي ارتباط من مسؤول معين أو فرد من أطراف الجماعة أو من المستشارين. ويؤثرون باش يشتروا الموقع هذا القانون التنظيمي 113/14 إلى أضعنا الروح ديال هذا القانون والمنطق ديالو. كتلقى أولا الديمقراطية التشاركية والمنهج التشاركي والذي يؤكد على المشاركة الواسعة لجميع المتفاعلين والمجتمع المدني والمواطنين والمواطنات. إلى أن هذا المبدأ لم يفعل حتى داخل مكتب المجلس وداخل الأغلبية، فما بالكم بالمجلس والمجتمع المدني والمواطنين والمواطنات. لم تجتمع الأغلبية حتى الآن ولو اجتماع واحد من أجل التصحيح لحاجيات وإمكانية جماعة وتحديد أولياتها. استثنى 6 أشهر وليس للأغلبية خريطة مبدئية للعمل الميداني كخطوة أولى من تحقيق جملة من انتظارات الساكنة على كل المستويات. هل يعقل أن لا يكون للأغلبية ميثاق تبقي تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكوناتها؟ أرى الإمكانية ما كتمشيش تتصور في الفيسبوك وتكريم هنا وهناك. والعنوان الكبير لأي مجلس كذلك هو البرنامج عمل الجماعة لكي تعتبر هو الوثيقة المغربية الأساسية. وحدد المرسوم جزء 301 مجموعة من المراحل. نحن المدينة الوحيدة في المملكة اللي ما عندناش واحد الجدولة زمنية ديال هذا البرنامج. وعلى هذا الأساس جاءت مطالبة الأول بعقد الدورة الاستثنائية، فكانت الرسالة الأولى رسالة بداخلية للسيد الرئيس. واليوم والشكاية للسيد العامل هي اليوم نطلق ناقص انتباه لأن الهدف أسمى. لدينا معركة واحدة ووحيدة هي معركة تنمية مدينة مكناس. فالوضع المالي للجماعة مقلق وهناك انتظارات كثيرة للساكنة على جميع المستويات. فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي ومجموعة من القوانين المرازية يمكن السيد الرئيس باختصاصات كثيرة لكي يكون صاحب مشروع ورؤية متكاملة فيها الثقافة والصحة والمجتمع المدني وجمالية المدينة يشرف عليها ويمثلها. للرئيس المسؤولية أن يبني مكتب وأغلبية بحده الأدنى من التنسيق والتلاحم والانسجام والعمل بتناغم من أجل تحقيق انتظارات الساكنة. للرئيس المسؤولية في إشراف المعارضة والمجتمع المدني وللرئيس المسؤولية في وليس بإدخال مجلس في مواقف وسلوكيات وأفعال مزعجة حقا
شكرا دكتور. شكرا دكتور.